قدوة صالحة. تكوني قدوة صالحة. في ثلاثية الإملاء معنا طالبة تقوم بالإملاء وطالبة يملى عليها، ثم طالبة أخرى تعمل وظيفة المدقق اللغوي لتراجع الإملاء التي تمت. أين المدقق اللغوي؟ هل هناك أخطاء؟ نعم. أين هي؟ قدوة التنوين وصالحة. تمام. غيرك أو يتعلمنا غلط؟ اكتبي فوقها. غلط. تمام. عندك البشارة؟ والتفوق غلط. والاحترام؟ والاحترام ما معلش. لماذا حذفت الهمزة؟ لأنها فعل متميزة. تنوين. كي تكوني قدوة تنوين. أحسنت.